تجاه نفسه. الجهة الثالثة المسؤولية الاجتماعية، المجتمع عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه مناطق الفقر والحاجة. مع ذلك في فقراء، في محتاجين، وكما قلنا التعريف الذي قلناه للفقر، الناس عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه المحتاجين والفقراء من أبناء مجتمعهم. هذا متفضل منك، هذا حق. الله تعالى يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا حق عليك، هذا واجب عليك. أنت لما تعطي الفقير ما تمن عليه، أنت تعطيه حق الذي هو له. إن الله فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما متع به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع بجنبه وهو يعلم به. لذلك الآن أكو يوم خصصت الأمم المتحدة بعنوان يوم الفقر العالمي، يوم التضامن مع الفقراء، مع ضحايا الفقر في العالم، وهو يوم 17 أكتوبر من كل سنة، من أجل أن يتحسس الناس معاناة وآلام المحتاجين من أبناء مجتمعاتهم. لابد أن يتحسس الإنسان حاجات الآخرين. الآن أفضل صورة لقيام المجتمع بمعالجة هذه المشكلة تجاه الفقراء والمحتاجين هو العمل الجمعي، وجود الجمعيات الخيرية. والحمد لله الآن في مجتمعنا جمعيات خيرية في مختلف المناطق، في مختلف المدن والقرى. على الناس أن يدعموا هذه الكيانات، ليس فقط دعما ماليا، وإنما يدعموها بالطاقات والكفاءات البشرية، حتى تستطيع أن تقوم بدورها، حتى تستطيع أن تطلع بمسؤوليتها في معالجة الحاجات. وهنا يجب أن نركز على مسألة إخراج الفقراء من حالة الفقر، وليس إدارة حالة الفقر عند الفقراء. الجمعيات الخيرية يجب أن تتوجه إلى برامج التأهيل. في بعض الجمعيات يتحدثون عن حالة توارث الفقر. أحد رؤساء الجمعيات هو يخبرني يقول: عندنا أسرة من 40 سنة، الجد كان يستلم، بعدين ابنه صار يستلم، بعدين أولاد الأحفاد صاروا يستلموا من الجمعية، وفعلا يعيشوا حالة فقر. لماذا هذا الفقر المتوارث؟ ينبغي أن تكون هناك برامج لهذه الأسر، أبنائهم يتعلموا، يصير عندهم فرص تعليمية جيدة، يتدربوا، يتأهلوا للعمل، تصير مساعدة لهم على الحصول على فرص عمل. لازم أن نخرج الأسر من حالة الفقر حتى لا تبقى الأسرة تعاني من الفقر. المسألة مو فقط معالجة الحاجة المادية، معالجة الحالة النفسية، لأن هو إذا كان يأخذ من الجمعية ويشعر بالفقر هذا إلى ارتدادات نفسية عليه. إحنا لازم نساعده على تجاوز هذه الحالة. هذه مسألة يجب التأكيد عليها. والمسألة الأخرى الاهتمام بالمسكن المناسب، هذه مسألة مهمة جدا. بعض العوائل الفقيرة ينوؤون بإيجارات منازلهم وبيوتهم، شكل هم إلى أجار البيت، أجار السكن. بعضهم يعيشون في سكن غير لائق، غير مناسب. إحدى الجمعيات كانت في تقاريرها اللي اطلعت عليها تقول: رحنا سوينا دراسة حالة للعائلة، المكان اللي ساكنين فيه ما يصلح حتى للحيوانات، فضلا عن البشر، فضلا عن الناس. كيف نرضى
أن تكون هناك عوائل في مجتمعاتنا اللي الله أعطانا خير والحمد لله تعيش هذا المستوى. ينبغي أن نلتفت إلى هذا الأمر، والحمد لله صار فيها التوجه، بعض الجمعيات عندها برامج جيدة لترميم المساكن وإصلاحها حتى تكون سكن لائق، أو لمساعدة الأسر في بناء وإشادة منازل ومساكن لها. هذا ما ينبغي التركيز عليه، وهذا من أهم مصارف الزكاة ومصارف الخمس والحقوق الشرعية والصدقات.